اليوم بدنا نعمل لكم اكله مشهوره فيها محافظه حماه بالتحديد. هي موجوده بجميع المحافظات لكن لها اسماء والى طرق غريبه، لكن محافظه حماه لها طريقه محدده واسم محدد فيها، اللي هي الباطرش، اللي هي المكونات الاساسيه بتجي الباذنجان، اللبن، الطحينه، الثوم المهروس حصرا زائد ملح. هي مكونات اساسيه، والمكونات الثانيه اللي بتنحط على الوجه اللي هي اللحمه حسب الطلب، والبندوره، وبندوره يابسه، وليمون عصر، وبقدونس، والمكسرات. يعني اكله اساسيه مثل ما عشوام عندهم تسي اساسيه على السفره، احنا عندنا اساسيه كمان. بالبدايه بنجيب الباذنجان، طبعا مو من هذا الباذنجان، احنا اضطرينا نجيب هذا الباذنجان ما موجود من السوق. الباذنجان الاساسي هو بيض العجل اسمه، احنا بنسميه بمحافظه حماه بيض العجل. بنجيب الباذنجان بنجكجكه هيك بهالطريقه هاي بالشوكه او بالسكين عشان يستوي قلبه، يعني هيك الباذنجان هذا كويس بيطلع على الباطرش. الكان بالسكين والكان بالشوكه، المهم مشان شو؟ مشان توصل النار لداخل الباذنجان ويستوي. الغاز او الفرن تنتين موجودات. لا نار قويه بده يكون مشان يستوي الباذنجان، لانه هي الطبقه الخارجيه نحن ما بتلزمنا بنقشرها تقشير. بهالطريقه هي بنقلبها كل ما استوى طرف بنقلبه على الطرف الثاني مشان تستوي انحاء الباذنجان كامل. شايف كيف؟ خلص انهلط هلط. بنحطه بنجيب هيك بدنا نقشره اجباري. لك شايف هاي الاكله يا ابو مالك؟ لك بتذكرني بحماه، بتذكرني بامي، بستي الله يرحمها. كلياتنا اللي ما بيعرف يطبخها مانو حموي، واجب على كل رجل حموي يعرف يعملها، رجل او ست. هلا بعد ما قمنا بتقشير الباذنجان وغسيله وتنظيفه بنجيبه بدنا ننعمه لدرجة تعتبره انه مدقوق. في ناس بتدقه وتروح طعمته كل الباذنجان. ما قلت لك هو باطرش حمي له اسرار حموية؟ هي احد الاسرار؟ هي احد الاسرار. شايف قوامه هيك؟ قوامه جاهزه صارت، عرفت شلون؟ هلا هون عندنا هي قوام الباذنجان بعد ما دقيناه. بيكون دقين الثوم دق تقريبا يعني شيء 5 روس. تقريبا عندنا نص هذول الطحينات، يعني تقريبا كاسه. هي طحينية ايه. تقريبا هذا حصرا سطل الغنم، يعني اللبن لازم يكون غنم هو اللي بيعطيه الطيبه. حطينا شعيط ولا ما شعيط؟ والله حسب بقى الشوام والحاميه والحماصه بقى شو بيحبوا. حركنا هيك بنجيب ليمون، بده نص كاس ليمون. هذا ليمون معصور يعني، عرفت شلون؟ شايف قوامه صار تمام. نجيب الملح. قديش بده ملح؟ تقريبا هدول بدهم معلقه. هلا ما حاسين دوق منقدر تقدير. هلا هون صار عندنا قوام الباطرش الاول الاساسي جاهز. اللحمه، المكونات، اللحمه، البندوره يابسه، البندوره تمام. بنحمسهم بنجهزهم بدون تعقيد على نار هاديه. تابعونا بتشوفوا الطريقه. يلا ها هلا بدك تحمس اللحمه. طبعا اللحمه بيكون فيها دهن، ما بتحط لا سمنه ولا شيء. اذا كانت لحمتك ما مدهنه عرفت شلون؟ بتحط سمنه بتحمس اللحمه فيها. يعني هلا هي الباطرش لو لما هالغلا اللي وقعنا فيه هي اكله اساسيه لازم تكون على مائده الافطار يعني، بس بقى الغلا اللي وقعنا فيه عم ننقص مائده الافطار كثير شغلات. هلا هون
تقريبا قوام اللحمه جاهز راح يصير. بدنا نجهز هلا بقى البندوره وشويه مي ومنشيل من اللحمه مشان التزيين على الوجه. ان شاء الله ليش سموه باطرش بنشوفها بالتعليقات اول ما بتنزل الحلقه. بعد ما خلصت اللحمه بنخليها على نار هاديه، بنشيل شيء بسيط مشان اخر شيء الوجه، مقدار الصحون اللي عندنا يعني، عرفت شلون؟ اما الشيء الدهنه بنصفيها مشان هلا هيك تقريبا حاج كفينا تقريبا هيك لحمه بنضيف فوقهم معلقه معلقتين كبار بندوره يابسه ونشوف قوامها اذا منيحه ولا ما منيحه. انا بعرف اسمها جبس بندوره، ليش بتقولوا بندوره؟ نحن بنقول لها بندوره يابسه حمويه يا اخي، نحن عندنا كل شيء جديد وغريب. هلا بعد ما صارت قوامها هيك بدنا نضيفها شويه مي تقريبا هيك حاج كتفها مشان تتعقد هي، لانه كمان اذا ما تعقدت ما بتعطيك طيبه للبندوره. عم نحط لها الفلفل والملح تقريبا نص معلقه. شايف شلون هلا بلشت تتعقد؟ حركناها هون. شو الشيف بوراك احسن منا؟ خليها، شايف شلون عم تتعقد اللحمه؟ هلا هون عندنا قوام اللحمه جاهز باذن الله تعالى. بنجيب بقى القوام الباطرش هو الاساسي هون. منفضي. بعد ما خلصنا هون نجيب هاي القوام نحركها. وعندنا اللحمة اللي خليناها هاي بلا بندورة، هاي بلا بندورة، هاي للتزيين يعني لل عندنا المكسرات. هيك بكون انتهينا من الباطرش. صحتين وهنا على اللي بده ياكل، انا اول واحد منهم. بتاكل انت؟ اكيد. اكل صحن؟ اكيد. تمام. ايه.